حرص الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على التقاط صورة تذكارية جماعية للشباب المتطوع والمنظم لفعاليات قمة المناخ. كما منحت سكرتارية الأمم المتحدة الشباب المشارك في تنظيم قمة المناخ شهادات تقدير تكريما لهم على دورهم الفاعل في نجاح هذا المؤتمر. وتطوع قرابة 2000 شاب شاركوا في تنظيم مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مصر في مدينة السلام شرم الشيخ، وقوامهم الأساسي من الشباب المصري من أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وشباب الجامعات والشباب المتطوع من مختلف الوزارات، إضافة إلى عدد من الشباب المشاركين من مختلف الجنسيات في تنظيم المؤتمر. كما تعاون عدد من منظمي المؤتمر مع سكرتارية الأمم المتحدة في تنظيم الفعاليات في المنطقة الزرقاء.